مرحبا. اليوم حنحكي إن شاء الله عن الأزمة القلبية هارد أتاك. كيف بيجي وأمتى بيجي ومع مين بيجي؟ عادة بيجي بوجع أليم في وسط الصدر وقد يطلع لفوق على الرقبة ويروح على إيدك الشمال، مش معناته أنه ما بروح على إيد يمين كمان، يمين وشمال. مين هن المعرضين؟ اللي هن عندهم بالعيلة، المدخنين، اللي عندهم سكري، اللي عندهم ضغط غير مراقب. شو بنعمل بحالة لما بيوصلنا وجع قلب قوي؟ لما بيجي هذا الوجع مطلوب نروح على المستشفى دغري وما نتأخر. كل ما رحنا بكير كل ما نقدر نعمل سيفينج للمسلز، نقدر العضلة نحافظ عليها. أو إذا أجى الوجع خفيف مطلوب نروح عند الطبيب لحتى نشوف إذا عندنا مشاكل بالقلب، ومنها بنعمل فحوصات تخطيط القلب، تخطيط مع الجهد، وستريس إيكو، وآخرها هي القسطرة.